على الزين. السلام عليكم. ديما معكم أم قيل من الأطلس. جينا اليوم للمهرجان، أول مهرجان ديال زومي، وتنشكروا يعني بعدا المنظمين ونشكروا الجمهور اللي حضر معنا. الناس واعيين تبارك الله، ونتمناو المغرب ديالنا يمشي في واحد الطريق ديال الوعي. والحمد لله راه ولاو الشباب تيعرفوا شي حوايج ديال النقاء وهذا. شحال هذه كنا تنحيروا في شي مشاكل، ولكن دابا ولينا بخير وعلى خير الحمد لله. ولاو نتواصلوا مع الجمهور ديالنا، وتبارك الله عليكم. وتحياتي للمغاربه من طنجه حتى للقويره. الجديد ديما كاين الجديد، غير الوقت. دابا شحال من فنان تيقولوا ما عندوش الجديد. الفنان اللي ما تعطيش الجديد بزاف تتعرفوا راه مسؤول، عنده الخدمه بزاف. اكثري انا كنت خدام في البرد برا، ودابا الخدمه انا، ولكن راه تنستعد الجديد. ونتمنى والجمهور ديالنا يشجعونا، حيت الفنان بلا الجمهور ماشي فنان. تبارك الله عليك. الاسم الاصلي العسري بوعلام، ولكن الاسم الفني بوعلام الصنهاجي. وهذا المهرجان مهرجان زين بكل صراحه، يعني لاول مره كنجي للزومي، ولكن هذا الجمهور ما شاء الله، جمهور فنان، اصلا فنان محبين، والجمهور فايت رائعه صراحه، فايت الزين ديالو. وهاد الناس هادو وعاد في الابتداء، راهم غادي في الابتداء ديال المهرجان، ماشي مثلا عندهم واحد المهرجان قديم. ولكن انا كنتمنى لهاد الناس التوفيق، افضل من هاد الشيء، ومازال ان شاء الله افضل من هاد الشيء. والشكر للجمهور الجميل، وكنشكروا حتى هاد الناس المتطوعين اللي هنايا من المخزن، ولا حتى اصحابي الجمعيه، ولا من الناس اللي جاوا من القريب والبعيد. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.